رهان جديد تريد إيران اليوم اللعب عليه لتجاوز العقوبات الأمريكية الخانقة مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لكن الرياح القادمة من واشنطن يبدو أنها تجري بما لا تشتهي سفن طهران. فخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للنظر في ترشيح أنتوني بلينكين لمنصب وزير الخارجية، اعتبر بلينكين أنه ليس من مصلحة الأمن القومي الأمريكي رفع العقوبات المفروضة حاليا على إيران، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية والقطاع المالي وقطاع الطاقة. وأعادت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي الأخير حول الإرهاب التأكيد على مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية لإيران، وقالت إن ميليشيا حزب الله لا تزال المجموعة الإرهابية الوكيلة الرئيسة لإيران، كما تستخدم طهران فيلق القدس التابعة للحرس الثوري لدعم المنظمات الإرهابية وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا. كما خططت إيران لهجمات ضد معارضين لها على الأراضي الأوروبية بما في ذلك الدنمارك وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألبانيا. وكان بايدن قد تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق. ومع ذلك يرى تقرير نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي أنه لا ينبغي رفع عقوبات الإرهاب حتى إذا اختارت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي ما لم توقف إيران بشكل يمكن التحقق منه رعايتها للإرهاب. ويعود دعم الحزبين الرئيسين في أمريكا لعقوبات الإرهاب التي تستهدف إيران إلى عام 1984 عندما صنفت واشنطن لأول مرة إيران كدولة راعية للإرهاب. ومنذ ذلك الحين اتخذ كل رئيس أمريكي جمهوري أو ديمقراطي والكونغرس أيضا خطوات لإعادة تأكيد السياسة الأمريكية التي تعارض رعاية إيران للإرهاب وربط تخفيف العقوبات بوقف إيران للأنشطة الإرهابية.